بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم فيها على موضوع التشيك إنجن، إمتى بيظهر، السبب في ظهور التشيك إنجن، إزاي تتعامل معاه. بالنسبة لنقطة مهمة بس أحب أوضحها، بالنسبة للتعامل لما تطلع أو تظهر قدامك على لوحة العدادات علامة التشيك إنجن، تتعامل معها إزاي، او اسلوب معين منتشر اللي انت تفك كابلات البطارية وتتمسح وتشتغل. الموضوع ده فعلا بيدي نتيجة حوالي 20-25%، انما انا كل ما امسحها تطلع تاني يبقى انا كده بضحك على نفسي، يبقى في عيب فعلا وانا بمسحه ويرجع تاني. موضوع اللي هو تتمسح يبقى كان ممكن فيه تهنيجة، وحنشوف ازاي تقدر تتعامل مع الموضوع ده بشكل فني شوية، مش حكاية تفك بطارية وترجعها تاني وتتطفى. الموضوع ده هنشوفه عمل ازاي، انما ده مش ده العلاج. العلاج اللي انت تبقى فاهم الموضوع بيحصل ازاي وبعد كده لازم يتصلح. اي فيديو بيطلع يقولك الحل النهائي او خلاص انت كده تحله بدون اصلاح ده كد، انما 75-80% في عطل فعلا ولازم اصلاحه، غير كده مفيش نتيجة هتطلع قدامك وتفضل التشيك انجن موجود. نشوف مع بعض الموضوع ده. ده رسم تخطيطي مبسط جدا للكمبيوتر الخاص بالسيارة اللي هو انجن كنترول موديول، الكمبيوتر الخاص بالموديول بالحساسات يعني. دي بعض الحساسات المشهورة داخل المحرك اللي هو الكرانك بوزيشن سنسور اللي هو خاص بالعمود الكرانك، الماب اللي هو المانيفول او التلاجة، الاوتو سنسور اللي هو الخاص بالعادم او الشكمان، الماف اللي هو خصاص العمة، الكول تمبريت سنسور اللي هو خاص بسخونة مية التبريد، الايفاب اللي هو خاص ببخار البنزين. دي بعض الحساسات المشهورة، دي لمبة التشيك. باختصار شديد كده، الكمبيوتر طول ما المحرك شغال بيبعت، مثلا هناخد الحساس الشهير اللي هو حساس العادم او حساس الاوتو سنسور ده، بيبعت اشارة وتجيله اشارة رايح جاي. الحساس بيبقى شغال دايما كده بالمنظر بتاع الموجة الفولت اللي رايح للكمبيوتر بالشكل ده. طيب لأي سبب ما ده اتقطع، باظ، خرب الاوتو سنسور ده، لمبة اللي تشيك على طول هنا هتنور. انت بقى سيادتك خدت بعضك ورحت جاي رايح للفني الخاص بالكمبيوتر الاعطال، قال لك الاوتو سنسور عطلان. 90% من الناس تعتقد ان خلاص دي لمبة انذار، انت رحت عرفت ان الاوتو سنسور عطلان يبقى مش مشكلة، يبقى بقية الحساسات التانية شغالة. ده بقى هي دي الغلط. الكمبيوتر بيدخل لما في سنسور من دول التواصل بيتقطع معاه، الكمبيوتر كله بيدخل في حاجة اسمها الاوبن لوب اللي هي البرمجة السابقة اللي حطتها المصنع، بيدخل في متوسط بيانات متبرمج بيها اصلا بغض النظر عن الاحمال. يعني مثلا انت ماشي بسرعة عالية، المفروض ده لو كان شغال بيزود البنزين، انت واقف على سرعه صنصي او ماشي هادي بيقلل البنزين، الحاجات دي كلها. لما اي واحد من دول بيعطل كل ده بيقف خلاص. اللي بيحصل ان الكمبيوتر بيبدا يدخل في متوسط المصنع حاطه، فتلاقي استهلاك البنزين بقى عالي. حتى لو انت ماشي بسرعه بطيئه بيبقى الاستهلاك عالي، ماشي عايز تمشي بسرعه عاليه برضه هيديك بنزين متوسط، هتلاقي الاداء ضعيف. دي المشكله اللي بتحصل. الحاجة التانية المهمة ان انت خلاص ده عطل لسبب ما، مثلا حساس الايفاب اللي هو الخاص ببخار البنزين، حصل تسريب في غطاء البنزين اللي هو بتاع التانك، الخرطوم الصغير اللي وصل من التانك للمانيفول اتقطع، اي حاجة زي كده يعني، فده اتقطع. هو كمان اصلا اللمبة منورة يعني مش هتنور تاني، مش مفيش تشيك انجن 2، هي واحدة بس. فانت في اعتقادك ان ده اللي عطلان، ممكن تروح بعد كده تكشف بعديها بشهر تلاقي مثلا 3-4 تانين عطلوا. هي دي الفكرة. عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعة لو ما يحصل عطل صلح العطل، ما يتسابش، لان لما بيتساب كل دول كأنهم عطلوا. هي دي كده ببساطة شديدة بدون دخول في تفصيلات فنية كتير. هنشوف تجربة عملية دلوقتي على موضوع العطل الاول والعطل التاني اللي احنا اتكلمنا عليه. نشوف مع بعض. هنبدأ بفك الطرف السالب الخاص بالبطارية كده، حطها كده بعيد. ليه انا مولع اللمبة الإضاءة
ليه انا مولع اضاءه السياره؟ عشان تسحب لي جميع الكهرباء الموجوده، ما تبقاش في اي شحنه موجوده في اي دايره كهربائيه في السياره. بعد ما نفك الكابل الخاص بالبطاريه هنبدا الحساسات بتاعتنا اللي قدامنا نبدا نفكها ونركبها تاني، بحيث ايه ممكن يكون في باد كونتاكت او توصيل سيء هو اللي عامل المشكله بتاعت الشيك انجن دي. كده اهو نرجعها تاني بشكل مظبوط كده. حساسات اللي قدامنا كلها، حساس الماء بالتي بي اس، حساس الاكسجين، يعني الحساسات اللي قدامنا نبدا نعمل بيها الموضوع ده، وبعد كده نحط كابل البطاريه ونجرب تاني ونشوف النتيجه ايه. زي ما احنا شايفين التابلو ظاهر فيه علامه التشيك انجن. هنوصل السكانر بتاعنا او الكمبيوتر الاعطال وهنشوف الاكواد اللي طالعه. طبعا اول كود اللي هو خاص ب حساس الاوتو سنسور اللي هو حساس العادم او الاكسجين في عطل. انا دلوقتي هتعمد افك حساس الماب او حساس المانيفولد، هنشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. اهو ده حساس الماب، طبعا ده حساس ماب وحساس بيقيس درجة حرارة الهواء اللي داخل جوه المحرك جوه الانتاج جوه التلاجة، يعني دول حساسين مع بعض. انا فكيتهم وهنشوف الشكل بقى جوه التابلو جوه لوحة العدادات. هل لمبة التشيك او لمبة التشيك انجن طبعا نفس الشكل، يعني ولا بقت اقوى ولا اضعف، ولا كتب جنبها واحد ولا اتنين. طبعا اول كود اللي هو خاص بحساس اللي هو ب 113، خاص بحساس درجة حرارة هواء اللي داخل للمحرك. 108 اللي هو الماب او حساس المانيفولد، اللي بعديه الحساس الاوتو سنسور. دول تلات اعطال. زي ما احنا شفنا ادي كل موضوع التشيك انجن من الاول للاخر وازاي تقدر تتعامل معاه، ونشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.